ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هكلمكم عن مخلل الكرنب الأحمر. أنا جبت الكرنباية وعملتها في مقطعة الطعام زي ما انتوا شايفين كده، ودعكتها أو فرقتها بإيه بمعلقة ملح. حطوا الملح بالكمية اللي انتوا عايزينها، وسبتها حوالي 3 4 ساعات. وبعد كده بعصرها زي ما انتوا شايفين كده، واحطها البطرمان ده طبعا انا غسلاه ونضيف وميه مغليه وناشف يعني. بعصر الكرنب كده وبعدين احطه في البطرمان. هعمل انا مش عارفه بصراحه اصور في المطبخ خالص يعني، فاشله تماما في الحته دي، بس حبيت اوريكم الطريقه. مش عارفه كمان الجوانشي ده اللي انا لابساه بصراحه ملخبطني وماسكه التليفون بايدي. المهم تعصروا الكرنب كده وتحطوه في البطرمان، وبعدين هوريكم تعملوا ايه بعد ما تحطوه في البطرمان. بشوفوا الميه اللي بتنزل منه دي. في الاخر بحط الكرنب زي ما انتوا بس اكيد مش هتتلخبطوا زي انا متلخبطه كده. اعصروا المخلل الكرنب وحطوه في البطرمان، وبعدين المية اللي هتطلع منه هتحطوها على وش البطرمان. هتغطوا البطرمان وتسيبوه، هتضغطوا الاول بايديكم كده زي انا ما بضغط، وبعدين تحطوا ايه مية اللي طلعت الكرنب. تقريبا الكرنب ده انا هرميه لانه بوظته خالص يعني عشان اعمل الفيديو. بعد كده تقفلوا البطرمان كويس قوي وتركنه على جنب. لما تيجوا اول يومين ثلاثة حسب ما انتوا عندكم الخلص هتستعملوا ده عادي 3 4 ايام. المهم ان انتوا بعد كده طبعا المية طلعت قليلة انا متلخبطة، اول ما تفتحوه عشان تاكلوا منه بعد كده تحطوه في التلاجة. يا رب يكون قدرت اوصل لكم الفكرة.